حياكم الله مشاهدينا الكرام في شاشة تلفزيون دولة الكويت وبرنامج الكويت، واسبوع جديد يجمعنا وياكم على الخير والمحبة. مساء الخير نجلة. مساء النور محمد، ومساء الخير على كل من يشاهدنا ويتابعنا في برنامج ليالي الكويت. اليوم حرصنا اكيد ان نختار مجموعة من المواضيع المنوعة، ودائما ايضا نحرص ان نذكركم، ويسعدنا ان تشاركونا بتقديم اي اقتراح او مشاركة عبر هاشتاج ليالي الكويت. اكيد بلا شك، لكن اليوم نجلة عندنا خبر يمكن وفاة أحد أبرز الإعلاميين اللي أداره وزارة الإعلام بكل احترافية وفي فترة جميلة، أكيد الإعلامي القدير سعدون الجاسم رحمة الله عليه، واللي شهدت بفترة أكيد تولي هذا المنصب يعني نجاحات كثيرة وزارة الإعلام، ويمكن وصلت من المحيط إلى الخليج رحمة الله عليه. طبعا رحم الله الأستاذ سعدون الجاسم وكيل وزارة الإعلام الأسبق، وتتقدم وزارة الإعلام وأسرة برنامج ليالي الكويت بأحر التعازي القلبية لأهل الراحل، وأسكنه الله بإذن الله فسيح جناته. كاميرا ليالي الكويت تواجدت هناك، خلونا نشوف هذا التقرير. فقدنا اليوم أحد الشخصيات الكويتية البارزة في الإعلام الكويتي، فقد انتقل إلى جوار ربه الأستاذ سعدون الجاسم وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والذي ارتبط اسمه بالعصر الذهبي للإعلام الكويتي في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي. نجح الراحل في تحويل وزارة الإعلام إلى خلية نحل تعمل بشكل منسجم مع حماسة الشباب الكويتي للإبداع. بدأ سعدون الجاسم تعليمه في الكويت ثم في بيروت والقاهرة، وعاد في الكويت للعمل إلى أن تم تعيينه كوكيل لوزارة الإعلام الكويتية، التي ساهم بشكل مميز في تطوير أدائها بشكل كبير، بدءا بالهيكل التنظيمي للوزارة مرورا ببرامج التلفزيون والإذاعة، وانتهاء بالمشاريع الثقافية ومعرض الكتاب وإصدار مجلة العربي وغيرها من المشاريع الأخرى. وللجاسم مناقب عدة أثناء عمله، فقد كان رئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية، كما أنه ترأس الكويت في مهام كثيرة خارجها، وله دور فاعل في تفعيل مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية، وظل يعمل في خدمة بلده الكويت إلى أن تقدم للتقاعد في مطلع الثمانينات بعد رحلة عطاء لأكثر من ربع قرن من الزمن في مسيرة الإعلام الكويتي. ونحن في وزارة الإعلام الكويتية وأسرة برنامج ليالي الكويت نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته. الليلة في ليالي الكويت، عبد الله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، وحسين العجمي نائب رئيس الاتحاد، وحديث عن قطاع الزراعة والأمن الغذائي في دولة الكويت. مبارك العتيبي مدير إدارة نزع الملكية، وحديث عن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. خليفة الفري، وحديث عن صناعة الكمان. عوافي كانت تكبر، عوافي كانت تغير، عوافي كانت تكبر. عقود مضت وكل ما قدم راسخ في البال، محطات وإضاءات تستحق الاهتمام، قلناها أكثر من مكان يعني. مواقف لا تنسى من ذاكرة من زاملوه، صوت جديد قال شو اسمه، قال عبد المحسن المهنة، قال باين صوته سموه عبد المحسن الشادي. أنا بعد سكت، قلت بعد أحسن قابلني ما أمشي بالأغنية ولا ما أنجح. حديث فني ثري وأول لقاء تلفزيوني له على شاشة تلفزيون دولة الكويت، الفنان القدير عبد المحسن المهنة يوم الأربعاء في ليالي الكويت. تولي دولة الكويت لقطاع تنمية الزراعة ومفهوم الأمن الغذائي أهمية خاصة
وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها، وذلك عبر شبكة أمان قائمة على الاستدامة وبآلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة وضعت البلاد في صدارة الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي. ولهذا جاء إنشاء الاتحاد الكويتي للمزارعين الذي يعتبر من الضرورات الملحة لتلبية احتياجات المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي في دولة الكويت، وخصوصا تنظيم العلاقة ما بين المستهلك والمزارع الكويتي لضمان توافر السلع الغذائية الكويتية بأعلى معايير الجودة والسعر، وتزويدنا بأحدث المعلومات الزراعية والعلمية التي تسهم في ترسيخ المخزون المعرفي وتساعد على زيادة الإنتاج بتوسيع الرقعة الزراعية وتنامي المساحة الخضراء في بلدنا الحبيب. وبنتعرف معاكم عن دور الاتحاد الكويتي للمزارعين وأهدافه واستراتيجياته مع عبد الله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، حسين العجمي نائب رئيس الاتحاد، الحين في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وننطلق في حلقة اليوم ولقاء يجمعنا مع السيد عبد الله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين والسيد حسين العجمي نائب رئيس الاتحاد. حياكم الله منورينا في ليالي الكويت. الله يحييكم، مساء مبارك، سعدكم أبرك ونورتونا في ليلة جميلة من ليالي الكويت. وأكيد مشاهدينا معروف أن سوق الفرضة بالكويت يقع في الصليبية، منطقة الصليبية، وفي حراج للخضرة هناك، أو حراي نقول حراج ولا حراي؟ حرج. أيضا في منطقة الأندلس، لكن الحين صار عندنا سوق فرضة مصغر، فرضة ليالي الكويت. ما شاء الله، أنا تفاجأت لما دخلت الاستديو. أنت ما انتبهت يا ولد؟ أنا ما انتبهت، ووزعنا التركة ترى خلاص. طبعا شكرا على تزويدنا بهذه المنتجات الزراعية الطازجة يوميا من المزرعة إلى مائدة المستهلك، وأكيد المنتج الوطني دائما رقم واحد. حياكم الله منورينا. الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي على دعوتنا إلى إتاحة الفرصة نوضح الأخوان المواطنين والمقيمين على المنتج الوطني. حلو. سيد حسين العجمي نائب رئيس الاتحاد، ودنا تكلمنا بالبداية عن نشأة الاتحاد المزارعين، اتحاد الكويت المزارعين. طبعا الاتحاد الكويتي المزارعين انشأ سنة 74، وانشئ بغاية تسويق والاهتمام بالمزارعين. طبعا تأسس الاتحاد الكويتي من قبل تتأسس حتى هيئة الزراعة، كان هو المنوط بأعمال كل المزارعين، ما يخصهم من دعوم وما يخصهم من تسويق ومعاملات. الاتحاد كان متخصص بالشيء هذا من الأول، يعني هو اللي كان يقوم بمهام كل شيء يختص بالزراعة اللي موجودة عندنا بالكويت، كل مهام المزارعين ما قبل الهيئة. ما قبل الهيئة من 74، الاتحاد قديم، علاقة المزارعين بالاتحاد قديمة وثيقة، يعني ما مو من اليوم، يعني من 74 من التأسيس. حلو. نعم. وهل يتم في نوع من انتخابات لاختيار مجلس الجمعية أو أعضاء الجمعية؟ طبعا كل أربع سنوات يصير انتخابات، الجمعية العمومية تنطلق انتخابات، تنزل قوائم كل يحضر برنامج الانتخابي ويعرض على المزارعين، والمزارعين يختارون الكلمة الأخيرة، المزارعين يختارونه اللي يرون فيه الكفاءة يختارونه. نعم. عبد الله الدماك، يعني اليوم كونك كرئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، شنو يعني أهم أهدافكم لخدمة الزراعة بالكويت؟ طبعا احنا أهم خدمات اللي قاعدين نوصلها للمواطن والمقيم اللي هو سلمك الله الطماط والخيار والبيدجان والفلفل، كل هذا هدف عندنا كمزارع نوصل للمواطن المقيم. اليوم انت عارف هذا امن غذائي. نعم. الامن الغذائي يتطلب الدعم ويتطلب السعي فيه، وان شاء الله احنا قدرنا المزارعين قدروا يحققون الامن الغذائي مثل ما انتم شايفين الموجود قدام عينكم قدام عين المشاهدين. هذا كله من انتاج الكويت، الحمد لله لك الحمد. الكويت كل شيء يقدر يطلع فيها الحمد لله. الحمد لله. نعم. وهذه المنتجات متواجدة طوال العام، يعني لما أنت ذكرت أمن غذائي، هل معناته فعلا إحنا نقدر نعتمد على هذا الإنتاج طوال العام؟
نعم في أصناف نقدر ننتجها على مدار السنة، وفي أصناف على تقريبا 10 أشهر، وفي أصناف 8 أشهر، ولكن بإذن واحد أحد قادرين أن ننتجها على مدار السنة، لأن قعدنا نكيف الأجواء المحميات على الصيف مال الكويت. تعرفين مثل ما أنتم عارفين الصيف تقريبا درجة الحرارة توصل فوق 50، حنا قعدنا نكيف المحميات التبريد على الصيف بإذن الله. نعم، يعني قاعد أشوف ما شاء الله منتج كويتي موجود، لكن اليوم أنا كمواطن ما قاعد أشوفه، مو قادر أوصل له يعني بصراحة من خلال الجمعيات التعاونية. طبعا الاتحاد الكويتي تحته حراج في منطقة الأندلس، يوميا المنتجات الزراعية تنزل للاتحاد بكميات وافرة وبأرقام كبيرة يعني. نعم. وطبعا التصنيف الأخير في المنتج الموجود في السوق المحلي أخذ رقم 1 المنتج الوطني عليهم، والمنتجات الموجودة من أجود المنتجات الموجودة يعني، بخصوص المزارع الكويتي يتعب على البذور وعلى الأسمدة وعلى طبعا يأخذ من أحسن الأنواع، ينتقي حتى تصل للمستهلك بالشكل الموجود هي الآن. هو الكويتي المزارع الكويتي قادر أنه يغطي، وهذا ما نصبوا له إن شاء الله، وقادرين عليه أن نغطي الإنتاج المحلي إن شاء الله في القريب العاجل، المزارعين يقدرون يغطونه. وحنا أما بخصوص الجمعيات، هذا هدف من أهداف المزارعين وما يتمنى المزارعين، والاجتماعات الأخيرة كلها كانت هدفها وصول المنتج المحلي للتعاونية، لأن تعرف التعاونيات عندنا كبيرة يعني، المنتج اللي يدش فيها يقدر يغطي مساحة كبيرة من الكويت يعني. طيب ليش ما يكون معاكم تعاون مباشر أستاذ عبد الله مع اتحاد الجمعيات، عندهم اتحاد هناك؟ للأمانة اتحاد الجمعيات إن شاء الله قائم في دوره، ولكن الموضوع عند وزارة الشؤون، واليوم اجتمعنا وياهم وعدة الاجتماعات بالسابق، وإن شاء الله ترى النور غريبا، ونتأمل من الوزير الجديد أنه يدعم المنتج الوطني. المنتج الوطني مثل ما أنتم شايفين الحمد لله لك الحمد، عندنا قدرنا نزرع برتقال، قدرنا نزرع المانجا، قدرنا نزرع الرمان والفراولة، الليمون، كل شيء الحمد لله على أرض الوطن الحبيبة مبارك قدر يطلع، وقعدنا ننافس فيها يعني. حنا بس لو حصلنا منافذ تسويقية بالشكل الصحيح راح إن شاء الله نغطي المنتج الوطني، راح يغطي الجمعيات بأكملها. اليوم حنا عندنا مشكلة اللي هو المنتج المستورد. للأمانة إحنا مو ضد المنتج المستورد، ولكن حق من حقوقنا كمزارعين إن نركز الضوء على المنتج الوطني. كيف ترى؟ اليوم حنا المنتج الوطني لما يجي بذروة المنتج الوطني، مع الأسف يتم إغراق المنتج المستورد على المنتج الوطني بالهدف إن خسارة المنتج الوطني. إذا خسر المنتج الوطني فما راح يتم استمراره. يعني هذا شيء مقصود؟ نعم شيء طبيعي. اليوم إذا أقول لك على سبيل المثال، الطماط اللي قاعد تشوفه قاعد ينباع مثل بمية فلس. زين. المنتج المستورد لما يجيبه يجيب إذا شنو حقه يعني، شنو الهدف إنك قاعد تجيبه بمية فلس يعني، كم تبي تبيعه؟ تبي تبيعه بمية ولا بخمسين؟ إذا هو يكلفك من مصدرك من الأرض اللي أنت قاعد تشيل منها نص دينار ولا 700 فلس، وعلى ما يوصل الكويت تقريبا حط 10% عليه اللي هو النقل. نعم. اليوم الكويت الأمانة فيها وفرة من المنتج الوطني، ولكن مع الأسف لم يعني يتم حماية المنتج الوطني، وحنا نطالب للأمانة حماية المنتج الوطني من المستورد، ولكن نقول ما نبي نوقف المنتج المستورد، ولكن تقنينا بوقت الذروة لما يجي الانتاجنا مثل الطماط ولا الخيار بوقت الذروة نقول يا جماعة قننوا منه يعني، خلهم بدل تجيب لك 200 طن خلها 100 طن. إذا هل المشكلة الحين عدم توفر المنتج الوطني بالجمعيات بشكل مباشر ولا المستورد؟ يعني ما دام إذا الاثنين متوفرين لحق المواطن الاختيار. يا أختي مثل ما تفضلت قلت لك إن المنتج الوطني هو المفروض إنه هو اللي يدش الجمعيات التعاونية بأسعار ترضي الطرفين، ترضي المزارع وترضي المواطن. نعم. اليوم المنتج المستورد يحاول انه يغرق المنتج الوطني عشان عدم استمراريته، اذا استمر المنتج الوطني فراح يصير عبء على المنتج المستورد وما راح يقدر يحصل هامش ارباح فما بعد. اليوم هو يفكر على سبيل المثال، نعم، خلني اخسر شهر شهرين بس استمر 8 أشهر، المنتج الوطني يكون مو موجود،
بس بوقت الذروة إذا استمر المنتج الوطني وحصل فائدة وحصل فيها ربحية شيء طبيعي المزارع راح يستمر راح يطور وراح بدل شهرين يصيرون أربعة فتصير على حساب منه على حساب المنتج المستورد. اليوم على سبيل المثال مثل ما أنتم شايفين الوضع الإقليمي اللي عندنا حنا بال يعني بالعالم يعني عندنا يعني أبسط مثال في أحد الدول المجاورة ممنوع علينا يدش الطماط والبطاط والرقي والبطاط يعني هذا منع من الدولة لاكتفاء الذاتي الداخلي أمن غذائي. فاليوم لو البلد الثاني أي بلد كانت تستورد عندنا وقفت على سبيل المثال المنع صار منع التاجر شلون بيستورد منها وهنيش وشلون حقق احنا الأمن الغذائي إذا التاجر أو المستورد أغرق السوق فراح يصير عزوف من المزارعين وفعلا الوقت الحالي في عزوف. بس أنا ما فهمت شنو الدولة مجاورة وقفت يعني وقفت يعني منع الاستيراد منع الاستيراد يعني إذا أي دولة وقفت عليك الآن هي في خط إنتاج بينك وبينها حلو تقف الإنتاج خط الإنتاج هذا فجأة وما عندك مزارع منتج يغطي هذه هني راح تصير في أزمة حلو إحنا نتكلم على الجانب هذا يعني طيب أنا راح تصير عندك أزمة عندك خط إنتاج من دولة معينة أنت تستورد منها على طول. الحين سؤال بس فني يعني بما أن المنتج الوطني حسب الاتحاد الكويتي للمزارعين إنه قادر يغطي الإنتاج الزراعي الكويتي صحيح. بالكامل نعم بالكامل حلو نعم. ليش نستورد من برا يعني خلني أقتنع. هذا وانا اخوك الكلام اللي احنا جينا فيه احنا كنا نتمنى ونطالب كمزارعين ان دعم المنتج الوطني تعطون الاوليه للمنتج الوطني. اليوم مع الاسف يتم اغراق السوق من المنتج المستورد يعني لو شافونا نزلنا طماط جابوا من الطماط ونزلوا علينا لا يكون سعر المنتج الوطني اغلى من لا 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 مو صحيح المنتج الوطني اقول لك ب 100 فلس او 200 فلس او ربع دينار حلو 7 كيلو زين يجي الاردني او اي بلد ثانيه نعم وينزل علينا زين البلد اللي تتكلم عن البلاد الثانيه هي بلاد زراعيه حلو يعني الفائض عنده يغرق السوق عندك نعم. هو مو خسران انا اتمنى ايضا اشوف فائض المنتج الكويتي يغطي الدول الأخرى عموما عندنا ويمكن راح نتكلم في هذا الموضوع طبعا وأيضا دولة الكويت تعتبر من أولى الدول في توفير الأمن والاستقرار الغذائي والثروة الزراعية أكيد تعتبر ركيزة هذا الأمر عندنا تقرير نشوفه عن الاكتفاء الغذائي تحتل دولة الكويت مرتبة دولية متقدمة كواحد من أكثر البلدان تمتعاً بالأمن الغذائي وهي الأولى عربياً في توفيره وفقاً للمؤشرات العالمية رغم أن دولة الكويت تواجه تحديات بيئية تعيق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال شح المياه إلا أنها تمكنت من تحقيق الأهداف المنشودة في وقت قياسي بفضل إسهامات الحكومة في تنمية القطاع الزراعي ودعم مشروعاته لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي من خلال تنوع الإنتاجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها وسؤالنا إلى ضيوفنا ما هو دور الاتحاد الكويتي للمزارعين في تحقيق أعلى معايير الأمن الغذائي في دولة الكويت وهل هناك خطة طوارئ ضمن أهدافكم الاستراتيجية؟ نعم أستاذ حسين إيش رأيك في السؤال؟ اللي هو؟ السؤال اللي حطيناه خطة طوارئ ضمن دور الاتحاد الكويتي في تأمين أو تطوير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ولأي درجة أنتوا تسعون للموضوع أن يكون المزارع في السيف سايد في الأمان إذا عندنا مزارع المزارع حصل دعومه وكل أموره متسهلة راح تتوفر وتنعكس الإنتاج وتصير غزارة إنتاج إذا عندنا دور الاتحاد في هذا الاتحاد أمام جهات الدولة المعنية في الدعوم بالكهرباء في اليوم كان الرئيس اجتماع في مجلس الأمة في المرافق العامة واجتمعت جميع الوزارات معهم اليوم بخصوص حلول لهذه المشكلة والمزارع هذا ما ننشده وما نصب إليه أن المزارع الكويتي يحصل منافذ تسويق زائدة أن يحصل سعر معقول احنا ما نطالب بأسعار خيالية احنا نطالب بهامش ربح معقول المزارع مستفيد المستهلك ما يحصل ضرر والمزارع والاتحاد الكويتي قاعد يقوم بدوره في الجهة هذه يقابل المسؤولين في الدولة يشرح الخطط اللي عندنا طبعا احنا متفائلين وانا دائما متفائل واحب التفاعل ان شاء الله ولكن تفاعل بدون خطة عمل او جهد
ما يجي. فاحنا حاطين خطط عمل طوارئ استاذ عبد الله لو تكلمنا. طبعا الحمد لله كل حمد، احنا اتحاد كويت المزارعين وفرنا بذور تقريبا حق 6 اشهر نقدر نزرع المزارع الجميع، مزارع الوفره والعبدلي جميع، وجهزنا الاسمده الام بي كي. طبعا لا سمح الله لا صارت اي خطه طوارئ اللي احنا جاهزين لها على اكمل استعداد طبعا خلال 6 اشهر. ولكن المشكله وين صارت يا اختي؟ احنا اليوم للامانه نخاف من العزوف المزارعين، وحنا نتمنى يعني اليوم احنا اتحاد كويت المزارعين عندنا البذور، عندنا الاسمده، عندنا كل شيء يخص الطوارئ، احنا جاهزين للامانه. ولكن احنا نخاف من عزوف المزارعين. الواحد اللي خسر يا جماعه مثل ما انتم عارفين ما راح يرجع. قاعد يخسر المزارع الكويتي؟ نعم قاعد يخسر من اغراق السوق. اليوم مثل بيدجان اللي موجود قاعدين نبيعه على 150 فلس. مع الاسف نشوف في الجمعيات التعاونيه بدينار ولا ب 700 ونص الكرتون، نص الكميه يعني 3 حبات بدينار. هذا المنتج الوطني. المنتج الوطني. إيه. فالحمد لله الحمد لله اتحاد الكويت المزارعين ان شاء الله قايم على اكبر دور، وموفر البذور، موفر الاسمده، موفر المبيدات اللي هي سلم ان شاء الله الوقايه حق الزراعه. نعم. كل شيء موفر. حلو عبد الله، انت وايد يعني كررت انت والاستاذ حسين ان احنا نتطلب منافذ تسويقيه. خطتكم اليوم كاتحاد الكويت المزارعين شنو؟ نعم احنا المشكله وين صارت يا اخوك؟ احنا من يعني من تقريبا اكثر من 10 سنين مع احترام الجهات الحكومية ما وفرم منافذ تسويقية. يعني على سبيل المثال أعطيك المناطق الجديدة اللي طلعت. نعم. عمار السكاني مثل صباح الأحمد، المطلع، المفروض يحطون فيها منفذ تسويقي حق المنتج الوطني. المنتج الوطني يقدر يبيع. لما تطلع الحين لأي دولة بالعالم مثل أوروبا أو أمريكا أو أي دولة يعني متطورة، احنا كنا في كوريا وكنا في كذا دولة، تجي تلقى منفذ تسويقي حق المنتج الوطني مالهم ويسوون المنتج الوطني. احنا الكويت مع الاسف ما في منافذ تسويقيه، ويطلبون منا ان نكون نهيئ الامن الغذائي. طبعا احنا قادرين نوفر الامن الغذائي، ولكن نطلب بعد مثل ما تطلبون منا احنا نطلب ونتمنى منكم دعم المنتج الكويتي، وقفوا مع المنتج الكويتي. المنتج الكويتي يعني المزارع ماخذ من المحفظه الزراعيه قروض، يعني اغرضوه وحقوه للامانه. فحنا نطلب دعم المنتج، حنا ما نبي شيء كمزارعين، نبي هامش ربح 5% 10% لاستمراريتنا فقط. لا. نعم، انا على يقين ان الجهات الحكوميه دائما داعمه للشباب وداعمه للمنتج الوطني، وهذه هي فلسفه الدوله دائما تدعم المنتج الوطني والشباب الكويتي. نعم، ودليل مثل ما ذكروا ضيوفنا ان كل شيء متوفر. نعم. البذور متوفره، الاسمده متوفره، الدعم موجود، لكن يمكن القصور يكون في منافذ أختي. البذور متوفرة، احنا موفرينها من الخارج. نعم. احنا اللي وفرنا البذور، احنا وفرنا كل شيء طبعا كله بتعليمات سلم ان شاء الله رئيس مجلس الوزراء والوزراء المحترمين. كل هذا احنا قاعدين نشتغل يا جماعة حق بلدنا. هذا أمن غذائي، مثل ما في أمن داخلي هو داخلية وشرطة وعسكر، اليوم في الشق الثاني أمن غذائي. نعم. اليوم إذا احنا اصحاب البلد مو قاعدين ندعم بلدنا ومو قاعدين نجتهد، فاحنا ما نسعنا نقعد البلد. جميل. استاذ حسين، ساعات بعض المواد الغذائيه مثل البورصه اسعارها ساعات تصعد وساعات تنزل، فمنو اللي يتحكم في تسعيره الـ هذه المواد الغذائيه اللي تطرح في الاسواق؟ طبعا بالنسبه لل الأسعار هذه حرج، عرض وطلب. يعني في عرض وفي طلب. نعم. إذا صارت غزارة في الإنتاج وارتفع المنتج وزادت طبعا تأثر على الأسعار. نعم. والأسعار الكويتية المنتج الوطني إذا كانت في غزارتها ووقت غزارة والذروة ودشت منتجات من برا تأثر بعد على الحرج تنزل. فطبعا احنا كطالبنا أكثر من مرة أنه يكون في حد أدنى لانطلاق المزادات على اساس مثلا ما يخسر يعني المزارع، ان ننطلق من حد يعني هامش الربح يكون بسعر التكلفه.
نعم. كم كلف عليه الكرتون والبذره وكذا مثلا 200 فلس انه ينطلق المزاد السعر من 200 فلس. احنا نخاف يتم ايقاف المستورد، تعرفون الاسعار انتم. لا 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 ما راح نرفع. طبعا رتبنا العمليه هذه مرتبه مع جهات الدوله انه يكون فيها ضوابط وربحيه قليله في الجمعيه 10% وكذا. خلي كلنا منفذ شوي عشان ما تسيطرون مره واحده. اخوي محمد احنا للامانه ما نفكر في هامش ربح كبير، احنا نفكر ان ندعم الامن الغذائي. حلو. تعزيز الامن الغذائي داخل الكويت، يعني الامانه لو صار محله لو صار اي شيء الا عندك ركيزه اللي هي الامن الغذائي. نعم تنتج صحيح. فيها حلو، قواكم الله اكيد، وتحيه لكل المزارعين اللي قاعد يقدمون ويغطون اكيد الامن الغذائي في دوله الكويت. عبد الله الدماك، انتم بصدد انشاء شركه مساهمه على الاقل تحل معادله المنافذ التسويقيه صار عليها. نعم، هذه سلمك الله، احنا قعدنا بوزاره الشؤون مشكوره بالاونه السابقه، وتم انشاء بروتوكول ما بيننا وبين وزاره الشؤون واتحاد الجمعيات، ولكن مع الاسف كان ضيق الوقت، يعني وزاره الشؤون حطت لنا شركه مساهمه مقفله خلال 3 اشهر، فمن المستحيل ومن الصعب انك تاسس شركه في 3 اشهر ومساهمه مقفله. يعني اقل شيء يبيلك من سنه ونص الى سنتين. احنا شرحنا للوكاله اللي بوزاره الشؤون وحطينا نقاط الحروف، قالوا لنا نعم احنا ندري ولكن هذا غلط من عندنا، والبروتوكول ليس قران، نقدر نعدل فيه ماده، بس مع الاسف بعد ما تم انتهاء 3 اشهر تم فسخ البروتوكول بناء ان احنا ما ساهمنا. قلنا احنا نقدر نساهم، ولكن اذا تبي تفتح مساهمه مثل ما انت عارف اخوي محمد اليوم اقل شيء تبي تروح تخاطب البنوك عشان تفتح اعتماد وتفتح لك شركه يبي لك اقل شيء 2-3 شهور. زين المزارعين اذا بيجون يساهمون اقل شيء تعلن بشهر وتنطر شهر ثاني اللي هو اكتتاب، فانت معطيني 3 اشهر، شلون تبني انشا لك؟ اعطيك فوق هذا كله، لو اني انشات لك في 3 اشهر هل الشركه يمديها انها تطلب عماله مثل سواق 3 اشهر تجيبهم؟ انت اليوم لو تطلب سايق خادم سايق للبيت يبقى 3 اشهر على ما يجي، وعلى ما تطلع اجازته وياخذ تراي يبقى 2-3 شهور. نعم. يعني يبقى 6 اشهر. هم قالوا لا نبيك ب3 اشهر. قلت انا عندي حل حق المواطن وحق المقيم، ياخذ باسعار زينه والمزارع ما يخسر. الشراء المباشر من الخضره من المزارعين، يعني على سبيل المثال اليوم الجمعيات التعاونيه تملك كل شيء، تملك سيارات، تملك ميزانيه كبيره. طبعا احنا مساهمين في الجمعيات، احنا مساهمين في الجمعيه التعاونيه. اكيد انزلوا اشتروا من الحراج مباشره عشان ياخذ المواطن افضل البضاعه واحسن الاسعار، وتحطون هامش ربح اللي هو معروف بداخل الجمعيه اللي هو 10%. حلو جميل. طبعا مشاهدينا لكل شيء بالكويت هبه معروفه هذه، واحنا ايضا عندنا تقرير عن بعض الهبات الزراعيه بالكويت، خلونا نشوفها مع بعض. تجود أرض الكويت بخيرات زراعية متنوعة لتغطي حاجة البلاد من الأغذية المزروعة الرئيسية بسواعد أبنائها المزارعين الكويتيين الذين يحرصون على تنويع منتجاتهم الزراعية. وتطور الأمر وزادت الخبرة، وأصبحنا نشاهد في الأسواق منتجات وأصناف نادرة، والبعض منها يزرع لأول مرة في الكويت ويمكن في الشرق الأوسط. ومن هذه الأصناف زراعة الطماطم السوداء والفراولة البيضاء والقرنبيط بألوانه مثل البنفسجي والبرتقالي والأخضر والرقي الأصفر، وحتى أنواع كثيرة ومنوعة من الجزر. وهذا يخلينا نقول عيال الديرة ما يعرفون المستحيل، وأن دولة الكويت قادرة على إنتاج أندر وأجود المحاصيل الزراعية. أنا قاعد نشوف ما شاء الله هذا الإبداع الجميل. الهبات هذه الهبات شوف هذه مفخرة طبعاً. إن الكويت يطلع طبعاً. فيها كل شيء. حلو. شوف الكويت كل شيء يقدر يطلع فيها، هذه للأمانة هذه إحنا نفاخر فيها ككويتيين إن قدرنا نزرع الفراولة البيضاء، الطماطم الأسود، الزهرة البنفسجية. إحنا سوينا شغلات والله شباب الكويت المزارعين مبدعين. صحيح. كل شيء سووه، يعني للأمانة أنا رحت هولندا وهي يعني هي مصنع البذور ومصنع التجارب والشركات اللي فيها العملاقة. حنا بالكويت الحمد لله لك الحمد يعني بشهادتهم شركات يعني كبيرة مثل شركة ركز ون الهولندية، تقول لك والله العظيم أنتم ما شاء الله عليكم بالكويت قد سويتم شيء ما حد يسويه. قلت شنو اللي سوينا؟ قال أنتم تحدون الطبيعة، أنتم تحدون الطبيعة، أنتم كيفتم جو الزراعي للزراعة. يا
يعني يقول أنتم تحدون شلون تحديتم الطبيعة؟ درجة الحرارة 50 طبيعة بالضبط. نعم. درجة الحرارة 50 قاعد تزرع، درجة الحرارة 0 قاعد تزرع. قلت الحمد لله لك الحمد، حنا في ديرة خير وفي ديرة بركة، وجميع واحد ينزل على الديرة هذه يلقى خير وما يطلع إلا يكون يعني واصل الخير كله إن شاء الله. يا رب. المزارع الكويتي مكافح، قاعد يكافح العوامل الطبيعية، لأن إحنا في الكويت مو نفس الدول الثانية معتمدة على العوامل الطبيعية وكذا، معتمدين على كأنه مصنع يعني. الشباب الكويتي ما شاء الله هذه مفخر لهم. نعم، خططكم ل 2020 بالاتحاد؟ 2030 2030 2030 الحمد لله لك الحمد، احنا يعني عندنا خطط وعندنا اهم شيء نوصل اكتفاء ذاتي. وصلتوا للاكتفاء ذاتي؟ لا لا، على مدار السنه، احنا على مدار السنه، ولكن احنا في اللي قلت لك ان يعني المنتج المستورد قاعد يغزي المنتج الكويتي، ما يبي يصير اكتفاء ذاتي عشان الهامش الربح، ولكن احنا باذن واحد احد مع اخواني المزارعين وادعيهم من قناه تلفزيون الكويت انهم يجتهدون. ما عليه، لو انك خسرت اليوم بكره تربح، وحتى لو خسرت فكر انك انت قاعد تشتغل حق بلدك الحبيب وقاعد تنتج حق اخوانك واهلك وحق المواطنين الكويتيين. أصلي يقويكم ان شاء الله ابطال، وتحيه لكل المزارعين، وان شاء الله كل الجهات المختصه الحكوميه تكون داعمه للمنتج الوطني، وهذا واجب على كل جهه موجوده عندنا بالكويت. عبد الله الدماك كل الشكر لك على تواجدك معنا، وحسين العجمي مشكور على تواجدك معنا. الله يجزاك، شكرا على الفرضة الهديه اللي وصلت. تستاهلون ما قصرتوا، شكرا لكم. اذا مشاهدينا نطلع فاصل وبعد ان شاء الله نكمل لقاءاتنا. الكويت، الفنان التشكيلي القدير خزعل القفاص ومسيرته الفنية. فريق الشفاء الإنساني الكويتي بعد عودتهم من تركيا، وحديث عن إجراء عمليات إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين. عبد الغفور الحمود
مقتني ساعات نادرة، وحديث عن سوق الساعات النادرة وارتفاع أسعار الساعات. بس المهم أنت صفي لي بالك شوية. حاضر. مو عند جميلة فرفشة وروقان والضحكة من هنا لهنا. تاريخ من العطاء الكبير في الفن والإعلام، تمتلك حضور ونجومية لا حدود لها، ممثلة ومذيعة ومخرجة استطاعت أن تحقق الصدارة فأصبحت الرقم واحد، الفنانة السعودية القديرة مريم الغامدي، قريبا وحصريا في ليالي الكويت. عوافي كانت تكبر، عوافي كانت تغير، عوافي كانت تكبر. عقود مضت وكل ما قدم راسخ في البال. محطات وإضاءات تستحق الاهتمام. أبو قذيلة قنوها أكثر من مكان يعني. مواقف لا تنسى من ذاكرة من زاملوه. صوت جديد، قال شو اسمه؟ قال عبد المحسن المهنة. قال باين صوته، سموه عبد المحسن الشادي. أنا بعد سكت، قلت بعد أحسن قابلني ما أمشي بالأغنية ولا ما أنجح. حديث فني ثري وأول لقاء تلفزيوني له على شاشة تلفزيون دولة الكويت، الفنان القدير عبد المحسن المهنة يوم الأربعاء في ليالي الكويت. سنة 1947 تمت أول عملية تثمين في دولة الكويت، تشكلت لجنة من رجالات الكويت. بذيك السنة تثمن 3 بيوت، واليوم صارت هذه اللجنة إدارة تسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وهي الجهة المسؤولة بتطبيق وتنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي مقابل تعويض مادي. نتعرف أكثر على نزع الملكية وتقدير التعويضات المقررة مع مبارك العتيبي مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الحين في ليالي الكويت. أهلا ومرحبا فيك أستاذ مبارك العتيبي مدير إدارة نزع الملكية. الاسم حساس شوي، نزع الملكية، فهل هي فعلا نزع؟ لو ناخذ شوي تفاصيل أكثر عن هذا المسمى. بداية أنا شاكر لكم الاستضافة الكريمة من قبل تلفزيون الكويت، حياك الله، وإن شاء الله نقدر نقدم مادة تفيد المشاهدين من خلال هالبرنامج عن نزع الملكية، لأن في كثير من الناس يعني عنده معلومات بسيطة عن إدارة نزع الملكية وعن دورها وعن اختصاصاتها. نعم. بداية نعرف النزع الملكية، يعني شنو نزع الملكية؟ نزع الملكية هو عبارة عن اتخاذ السلطة الإدارية القرار من السلطة الإدارية بحرمان المالك من عقاره مقابل تخصيصه للمنفعة العامة. طبعا الحرمان يتم جبرا ولكن في حدود القانون. مثل ما تعرفون احنا عندنا مادة 18 من دستور الكويت تقول الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من تصرف في حدود عقاره إلا بحدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، ولكن مقابل تعويض عنه تعويض عادل. المادة الأولى من القانون نزع الملكية يعني كانت منسجمة مع المادة 18 من الدستور، فكانت المادة الأولى من قانون 33 على سنة 64 بشأن نزع الملكية أن نزع الملكية لا يكون إلا المنفعة العامة ومقابل تعويض عنه تعويض عادل. نعم. منفعة عامة، شنو تفسير هذه الكلمة أو الجملة؟ هذه منفعة عامة يعني لأي مدى يؤخذ هذا السبب لنزع الملكية؟ طبعا دائما الغرض من الاستملاك جرت العادة وحسب نصوص القانون أن تكون للمنفعة العامة، بسبب المنفعة العامة. المنفعة العامة اللي هي عبارة عن مشاريع ذات نفع عام. نعم. لما نتكلم اليوم عن المدارس، إنشاء مدارس، شق الطرق،
إنشاء المستشفيات، المساجد، المرافق العامة، المواقف، هذه كلها تعتبر منفعة عامة يستفيد منها جميع المواطنين. ولذلك أجاز المشرع الكويتي تغليب المصلحة العامة عن مصلحة الفرد، فكان قرارات التثمين أنها دائما تكون لمصلحة عامة للمواطنين مقابل تحديد تعويض عادل لصاحب العقار، بحيث أنه يكون من باب العدالة والإنصاف له. نعم، لو تكلمنا عن الفرق ما بين التثمين بهالوقت هذا وعن قبل. طبعا إدارة نزع الملكية مارست أعمالها قبل إنشائها، هي أنشئت سنة 64 موجب القانون اللي نشر الجريدة الرسمية بشهر 7 سنة 1964، فكانت تمارس الاختصاصات لي قبل. نعم. كانت الأعمال طبعا كان بذيك الفترة كان في مجلس الإنشاء قبل لا يتم تشكيل المجلس البلدي. مجلس الإنشاء هو المسؤول عن إصدار قرارات المنفعة العامة، وطبعا صيغة الاستملاك كانت تصدر من خلال رئيس الأشغال، وهو اللي كان يصدر صيغة الاستملاك. الوقت نعم. الحالي تصدر عن طريق البلدية. نعم. طبعا لجان التثمين كانت تمارس أعمالها من منتصف الأربعينيات. نعم. وكانت لجنة التثمين هي نفسها اللجنة اللي تثمن وتطلع على العقارات وتثمن عن طريق الجولة الميدانية، وكانت نفس اللجنة هي اللي يكون عندها الاعتراض، فكانت تسلم الشخص كتاب التثمين وله حق الاعتراض خلال 15 يوم اللي هي المدة القانونية للاعتراض، وكان يحضر أمام نفس اللجنة. لكن الآن حسب القانون في لجنة ثانية هي لجنة قضائية إدارية لها سبقة قضائية، يرأسها مستشار ونائبة قاضي بالوقت الحالي. ما له حق يرفض؟ طبعا هو الحق الاعتراض مضمون للشخص. احنا دائما نقول ان التعويض تعويض عادل، صاحب العقار يشوف انه دائما ان عقاره لها اهميته عنده طبعا، ودائما كثر ما تعطيه من فلوس رغبان ان يتخلص من هذه الملكيه، لان يجي الامر بنزع الملكيه اجباري ولكن في حدود القانون. احنا دائما نقول ان قرارات نزع الملكيه هي قرارات استثنائيه ولكن من اصل دستوري. يعني أنا اليوم أسوي كقرار نزع ملكية لما صدره، ويصدر القرار هذا عن طريق وزير المالية بصفته رئيس لجنة نزع ملكية، وهو رئيس لجنة نزع ملكية، ولكن هالقرار هذا أتاح لك أنت يا المشرع الكويتي أتاح لك أنك تعترض من خلال الخطوات. بعد ما تستلم كتاب تثمين وتعرف قيمة العقار لك حق الاعتراض على السعر فقط وليس على مبدأ وليس التثمين وليس على القرار. البيت رايح في كل الأحوال للمنفعة العامة. هذا التعويض اللي يستلمه صاحب الملكية على أي أساس يوضع؟ شنو المعايير اللي يؤخذ فيها لتعويض صاحب الملك؟ المادة 6 من قانون 33 سنة 64 اللي هي تشكل لجنة التثمين. لجنة التثمين هي الجهة الوحيدة المخولة بالتعويض عن قيمة التثمين. اللجنة هذه تشكل من 11 عضو. ال 11 عضو فيهم خبرات كمقيمين عقاريين، وفي خبرات فنيه، وفي خبرات قانونيه مشكله من جميع محافظات الكويت. هذه اللجنه هي تقيم العقار، طبعا في اسس يتم التقييم موجبها. اول شيء موقع العقار، نوعيه الاستعمال هو استثماري او سكني او تجاري، تاريخ التقدير له دائما يكون حسب تاريخ نشر القرار. مثلا اليوم نشرنا قرار نزع ملكيه بشهر 1/2020 راح ياخذ نفس الاسعار حسب الاسعار السائده بهذه الفتره. نعم. طبعا في كل الاحوال المميزات المحيطه بالعقار، هل هو زاويه، هل في ارتداد، هذه كلها تؤخذ بالحسبان. نعم. فدائما اللجنه تقيم العقار وتعطيه قيمته العقاريه حسب الاسعار السائده بالسوق. حلو. استاذ مبارك، لو فرضنا جدلا ان صاحب البيت رفض، اعتقد اليه اداره نزع الملكيه المنفعة العامة هي بالتفاوض ما بين صاحب الملك أو صاحب البيت، عدل؟ بالتفاوض، حبيبي إحنا بناخذ البيت لك مبلغ كذي، يقول لك أنا ما أبي، لا لك مبلغ زيادة. هل الآلية كذي ولا هذه قبل العمل بالقانون؟ هذه الفترة السابقة لإنشاء إدارة نزع الملكية. الحين الآن أنت تستلم كتاب تثمين. حلو. بعد ما تقدم وثيقتك، وثيقة العقار يتم التدقيق عليها، ونقدم لك كتاب تثمين. خلال 15 يوم من تاريخ استلام كتاب التثمين لك حق الاعتراض، تحضر أمام لجنة ثانية غير لجنة التثمين. لجنة التثمين طبعا ما تحضر أمامهم لأن لجنة مداولات سرية. حلو. يتم تقييرها لجنة فنية. اللجنة الثانية اللي هي ممثلة بالقضاء مستشار. نعم. يرأسها مستشار حسب المادة 17 من قانون نزع الملكية، يرأسها مستشار ونائب قاضي، وفيها 5 من مقيمين العقاريين، هي كلها 7 أعضاء. نعم. تحضر أمام اللجنة وتبدي جميع الأسباب الاعتراض اللي عندك.
حلو. وممكن انت تسترشد حتى البيعات تمت وكذا، تقول يا جماعه انا السعر اللي وضعت تم وضعه من قبل لجنه التثمين غير عادل بالنسبه لي وانا اطمح بالزياده. طبعا اللجنه عندها ثلاث قرارات، ممكن يتم رفع السعر، وممكن تثبيت السعر يسمونه اقتناع بالسعر اللي وضعته لجنه التثمين، وممكن يتم التخفيض، لان اللجنه قراراتها نهائيه بالنسبه للسعر، صادره نهائيه وقراراتها نهائيه غير قابل للطعن امام القضاء، يعتبر قرار نهائي بالنسبه للسعر. هنا جميل. والله قوية الإدارة، تخوف. اي بالضبط، خصوصا مفرداتها حرمان نزع. فيها شوي. احنا من البداية واحنا حاسين بهالموضوع. بس استاذ مبارك، الحين هذه الإدارة إدارة نزع الملكية، هل هذا فقط تخصصها أم لها تخصصات أخرى أو سلطات أكبر؟ نعم صحيح، هي لها تخصصات أخرى. المادة 4 من القانون 33-64 تختص الإدارة بمسح العقارات وتحديد هالعقارات المنزوع ملكيتها، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد التسويات العقارية. المقصود بالتسويات العقارية اللي هي قرارات ثانية. المشرع الكويتي بسنة 78 أصدر قانون يسمونه قانون القطع التنظيمية، قانون 40 على سنة 78. هذا القانون على أساس أنه يتم تقليص الكلفة المالية، الاستملاكات فيها كلفة مالية لأنه أخذ العقار بالكامل بالمباني وكذا. قانون القطع التنظيمية أن بدال الأرض يخصصوا لك أرض ويعوضونك على المباني. ممكن. أنا عوضك فقط على المبنى وأخصص لك بدال أرضك مثلاً 400 متر أخصص لك 400 متر. إذا كانت أرضك 300 وخصص لك 400 أنا راح تدفع الفرق اللي هو 100. يخصم عن طريق مقاصة، إذا كان عندك مبالغ اللي عوضناك على المباني يتم خصم قيمة الفرق المساحة عن طريق التسويات المالية. نعم. المشاريع المستقبلية لإدارة نزع الملكية. والله مشاريعنا كثيرة. احنا الاهم كاستملاكات يعني لحد الان احنا طبعا حسب اختصاصنا ننفذ القرارات الصادره من عن طريق مجلس الوزراء او عن طريق المجلس البلدي. هذه القرارات يتم من خلالها استملاك القطع اللي عليها اجراء تنظيمي. وبالمناسبه لجنه النزع الملكيه كتشكيل يراسها الوزير الماليه وفيها ثلاث اعضاء من المجلس البلدي. يعني أي قرار يصدر من المجلس البلدي يتم بحثه في اللجنة الفنية ومن ثم يطلع قرار المجلس البلدي، هم يدش عندنا كلجنة نزع ملكية وممثلة بثلاث أعضاء لمدة عضويتهم كتحقيق رقابة شعبية. لأن مثل ما قلتوا قرارات نزع ملكية فيها يعني حرمان، ولكن كرقابة شعبية، ودائما المشرع وضع مصلحة الدولة والمصلحة العامة بكفة مع مصالح الأفراد. وضع لها ضمانات، من ضمن هالضمانات أن لابد أن يكون له حق الاعتراض، وهذا الاعتراض مكفول له بحيث أنه يحقق له نوع من العدالة. جميل. وهل هناك أي نية لتطوير هذه القوانين، أو هناك مثلا اقتراحات لتطوير قوانين نزع الملكية؟ طبعا احنا قانوننا يعني من سنة 64. نعم. حاولنا أكثر محاولة، الآن الحمد لله يعني كالفترة الأخيرة الآن مشروعنا أمام المجلس الأمة. ان شاء الله على اساس انه يتم التصويت عليه ان شاء الله، بس الفتره المتبقيه ان شاء الله لحق يتم التصويت عليه. المشروع طبعا تم يعني بحثه، المشروع فيه 29 ماده، مشروع السابق كانت 36 ماده، يتكلم عن اجراءات نزع ملكيه بالاضافه الى الاستيلاء المؤقت، بالاضافه الى اللي هو اختصاصات اداره نزع ملكيه، هذه كلها احتاجت الى تطوير. هذا بالتوافق مع الإخوان في الفتوى التشريع قدمنا المشروع. نعم. المشروع راح المجلس الأمة، تم مناقشته أولا في اللجنة المالية وتم رفعه الآن إن شاء الله على مجلس الأمة بحيث أنه يتم تصويت عليه إن شاء الله في المرحلة القريبة. صحيح، هذا من أسبوعين تقريبا. إيه نعم، وإحنا منتظرين إن شاء الله، متفائلين إن شاء الله. زين، هل يحتاج يعني إدارة نزع الملكية تحتاج إلى تعديل بعض القوانين وتشريعات علشان تعطيها صلاحيات أكبر، ولا القانون الجديد ممكن يفيدها؟ بالعكس، في كل الأحوال احنا مشروعنا من سنة 64 طبعا مشرع يعني وضع وكفل جميع الحقوق للمواطنين بكفة، بالإضافة إلى حقوق الدولة. نعم. دائما دستور الكويت من يعني من الدساتير اللي تحترم حق الفرد في الملكية الخاصة. نعم. من هالمبدأ، مبدأ صيانة الملكية الخاصة، تم وضع قانون مستقل اللي هو قانون نزع الملكية، بحيث ان هذا القانون من خلال هالقانون ينظم احكامه بحيث انه لا يساء استعماله، فوضع ضوابط وشروط
واجراءات معينه. هذا قانون 64 واحنا حافظنا عليها في القانون الحالي، القانون الجديد. اي نعم، بس في تدنون يعني من سنه 64 تقريبا، يعني اكثر من 50 سنه. السؤال استاذ مبارك، ما الجديد في القانون الجديد؟ طبعا احنا اعطينا الحريه اكثر بالنسبه لاصحاب العقارات، اي صاحب عقار مثلا كان سبق استملاك عقاره وتم العدول عن الاستملاك لاي سبب كان، بامكانه ان يرجع قيمه عقاره حسب الاسعار الحاليه، وهذه ما كانت موجوده بالسابق، هذه اعطيناها للحق للمواطن. يعني تشرحها لي اذا تكرمت، اذا احد يسترجع فلوسه أو العدول عن الاستملاك، يعني اليوم كان مشروع منفعه عامه، حلو، لاي سبب كان تم العدول عن الاستملاك، حلو، عرفت شلون؟ في هذه الحاله ممكن الشخص انه يطالب باسترجاع عقاره في حال رجوع عن المشروع. رجوع عن المشروع بحيث انه ما تعطيه بوقت الخمسينات. اي لا اوكي، الحين تاخذون مني البيت وبتثمنونه وبعدين لا تقول خلاص ما نبي. لك حق انت، لا انت اقرب شخص لك حقيه في عقارك، يعني انا اليوم ثمنت هالعقار وكان في مشروع والمشروع اجل لاي سبب كان. نعم. فبامكانك انت تقدم طلب الجهه انك تقول انا برجع خلاص انت تم العدول عن هذا وبرجع عقاري. لك الحق الان لك الحق ترجعه. نعم. مثلا نقول خلينا نقول في فتره طويله، يعني ما يكون ترجع بتاريخ سابق لان تكون المبالغ تكون مخفضه، اختلفت الاسعار. نعم. فانت لك حق ترجع بالقيمه الاكبر، هذه من ضمن التعديلات اللي على اساس انه من حق المواطن. شيء حلو والله. اي نعم. راضي على القرار؟ اكيد راضي الحمد لله. لا لا ما شاء الله دائما تعطون اكيد، يعني القوانين اللي تسنونها وتشرعونها في من خلال مجلس الأمة دائما تراعي المواطن، جانب المواطن. جانب. نعم. المواطن. نعم. هذا واضح. عندي مقتنيات جميلة ويبدو أنها قديمة، إذا اسمح لي إبراهيم بقوم. هذا شنو؟ هذا دفتر تثمين، دفتر تثمين. دفتر تثمين؟ إيه سنة كشكول قديم 55. إيه. هذه المقتنيات لا زالت موجودة. موجودة عندنا دفاتر. هذه سنة 56. نعم، عندي دفتر سنة 47. ما شاء الله. هذا أول دفتر، طبعا أول عملية مسجلة عندنا كتثمين كانت في شهر أبريل سنة 1947، كانت عبارة عن تثمين 3 بيوت، وكان من ضمن أعضاء لجنة التثمين اللي كانوا أشرفوا على عملية التثمين خالد المطوع وأحمد الفهد وعبد العزيز الراشد وعبد العزيز الزاحم، هذول كانوا من ضمن أعضاء لجنة التثمين. نعم. اللي أشرفوا على عملية التثمين هذه. يعني كذي التثمين يصير بهالبساطة. هذه يسمونه مسودة وينقل في يسمونه مبيضة. فهذا هذا يكون اللي طالع مع اللجنة أثناء هذا يقيد. نعم. لما يرجع للعمل يكتبه بدفتر ثاني. لا بس خطه حلو. لا اللي كتب المسودة خطه حلو. نعم. زين الكتاب الثاني بعد. هذا الكتاب عبارة عن مكافآت أعضاء لجنة التثمين قبل أيام الخمسينات. كان كل اجتماع قيمة الاجتماع 100 روبية. كل اجتماع مثلا حضرت 6 اجتماعات 600. مكافأتك 600 روبية. طبعا الروبية حسب مرسوم بقانون 41 سنة 60 الخاص بقانون النقد الكويتي تحولها إلى الدينار 75 فلس قيمة الروبية. فخلنا نقول مثلا 10 اجتماعات عبارة عن ما يطلع شيء ترى دينار ونص مبلغ يعني. فكانت بوقتها كان كل اجتماع يحضر لا 100 روبية موجود ترى مثبتة في الدفاتر. بس تحية والله لرجالات الكويت اللي قدموا اكيد نهضة جميلة اللي منها تطورت الكويت وقاعد نشوف واجهة طبعاً. الكويت في العمران أكيد. الخريطة هذه مهمة. هذه الخريطة لو تعرضها لنا. نعم. لو تعرضها لنا لو سمحت. طبعا ايام الخمسينات تم الاستعانه بالميجر البريطاني وهو خبير بريطاني على اساس انه يضع تخطيط مدينه الكويت. نعم. تشوفون المدينه محدده باحرف. كانت معروفه المناطق قبل بالاحرف. هذا اي سنه؟ بالخمسينات، بدايه الخمسينات. الدسمه اف. الميجر البريطاني اسمه نتذكر كانوا يسمونها الف وباء. ألف وباء. شويخ، شوفين الشويخ فوق. ما شويخ توقعتها بأحرف أجنبية. السكنية شويخ باء اعتبر سكنية. نعم. شويخ باء. الآن في الجيوان مثلاً، عندنا الجيوان منطقة جيوان المنطقة هذه هي عبارة عن جيوان. فكانت مناطق إحنا نزلنا المناطق على أساس تعرف. كانت A و F و I. كان تسميتها شيء بالأحرف. بالأحرف. إحنا نزلنا عليها المناطق. أوكي. فهذه يسمونه التخطيط الإشعاعي. الشكل الدائري الأول.
والدائري الثاني وراه، هذا يسمونه تخطيط إشعاعي. حلو. بس من خلال البحث عن إدارة نزع الملكية قاعد أشوف عندكم صراحة موقع خيالي من خلال الشفافية، من خلال سهولة التعامل، وأعتقد عندكم التعامل الإلكتروني موجود. موجود. تكلمنا عن الأبليكيشن. إحنا عندنا موقع إلكتروني، من خلال الموقع هذا منزلين جميع التشريعات، جميع الفعاليات وجميع الخدمات اللي نقدمها للجمهور، بالإضافة إلى عندنا موقع الأبليكيشن عن طريق الهواتف الذكية، بإمكانك تقدم الشهادة من خلال موقع الأبليكيشن أو من خلال موقع الإلكتروني مال الإدارة، بالإضافة لخدمة الإنترنت. إضافة إلى ذلك إحنا متعاونين بالربط الآلي مع بنك الائتمان، بدل ما تتقدم عندنا بالإدارة يكون عندك زحمة أو كذا، عن طريق بنك الائتمان في ربط آلي بيننا وبينهم، بإمكانك أن تحصل على الشهادة وأنت بمكانك. فهذه من ضمن الخدمات الإلكترونية اللي إحنا نوفرها. أضف إلى ذلك عندنا خدمة كبار السن. إذا شخص عنده تثمين وكبير سن يقدم طلب ونروح له للبيت، نسلمه كتاب التثمين عنده بالبيت بحيث أنه ما نعني، ويقدم الكتاب ويقدم جميع الإجراءات وننهي الإجراءات بدون حضور للإدارة إن شاء الله. هذا من ضمن الخدمات اللي نقدمها. حلو. حاليا هل في أي مشاريع جاية فيها تثمين ولا إلى الآن ما في؟ والله إحنا كمشاريع كبيرة ما عندنا ما. لحد الآن نعم. إحنا جهة تنفيذية مثل ما بينت لكم قبل شوي عن طريق القرارات تصدر من مجلس الوزراء أو مجلس البلدي. عندنا معاملات فردية يعني كعقارات بسيطة، يعني ما هي يعني مثل ثمنا خيطان قطعة 3 و4، وثمنا الجليب الشيوخ قطعة 19 و20، ثمنا بالسابق فيلشة، وهذه نعم. كانت تأخذ يعني مساحة كبيرة من العقارات. وآخر ما ثمنا بعد مجمع الصوابر كان من ضمن اللي نعم. ثمناهم. لكن الآن تجينا معاملات فردية، يعني ما هي عملية تثمين كبيرة، لكن نطمح إن شاء الله، إن شاء الله في المستقبل بعد قرار المشروع إن شاء الله مشروعنا الجديد إن شاء الله والانتقال لمبنانا الجديد إن شاء الله بجنوب السرة نكون إن شاء الله مهيئين أكثر. متى تتوقع يتم؟ والله إن شاء الله بالقريب. إحنا بالمناسبة مبنانا هذا أول مبنى حكومي صديق للبيئة. أي صحيح. وهذا المبنى يعني يعمل بالطاقة الشمسية كبديل وتوفير لل الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى يعني طبعاً يوفر من 12 إلى 15% كتوفير للطاقة، بالإضافة لأن يتوفر فيه نظام ديناميكي لإعادة تدوير المياه حيث أن يتم الاستفادة منها في المزروعات وكذا. فهذا المبنى يعني أول مبنى حكومي صديق للبيئة موجود في الكويت. متى إن شاء الله تقول؟ ما في أتوقع على منتصف العام القادم. طبعاً هو من 9 أدوار وفيه 3 سراديب، والمبنى مساحته الإجمالية 14400 كمساحة مباني، وإن شاء الله نتوقع انتقال بالقريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك ونتمنى لكم كل التوفيق. أستاذ مبارك لاتيبي مدير إدارة نزع الملكية، شكرا لك على هذا اللقاء وكل المعلومات. ضغطنا بالأسئلة. لا بالعكس. إحنا من قبل الهوى وأنا ومحمد كنا نتناقش في موضوع نزع الملكية، لكن أنت أكيد خليت الصورة أوضح. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا لك سلام. خففوا النزع والحرمان، خففوها شوي. غير الكلمات. مصطلحات قانونية. حياك الله. مكملين معكم مشاهدين الكرام، ولكن نطلع فاصل وراجعين مرة ثانية. بس المهم انت صفي لي بالك شويه. حاضر. مو عند جميله فرفشه وروقان والضحكه من هنا لهنا. تاريخ من العطاء الكبير في الفن والاعلام، تمتلك حضور ونجوميه لا حدود لها. ممثله ومذيعه ومخرجه استطاعت ان تحقق الصداره فاصبحت الرقم 1، الفنانه السعوديه القديره مريم الغامدي، قريبا وحصريا في ليالي الكويت. غدا في ليالي الكويت الفنان التشكيلي القدير خزعل القفاص ومسيرته الفنيه. فريق الشفاء الانساني الكويتي بعد عودتهم من تركيا، وحديث عن اجراء عمليات انسانيه في مخيمات اللاجئين السوريين. عبد الغفور الحمود مقتني ساعات نادرة، وحديث عن سوق الساعات النادرة وارتفاع أسعار الساعات. عوافي كانت تكبر، عوافي كانت تغير، عوافي كانت تكبر. عقود مضت وكل ما قدمه راسخ في البال. أبو قذيلة، أبو قذيلة شبيه
حليله وبو قذيله. محطات وإضاءات تستحق الاهتمام. أبو قذيلة قنوها أكثر من مكان يعني. مواقف لا تنسى من ذاكرة من زاملوه. صوت جديد قال شو اسمه؟ قال عبد المحسن المهنة. قال باين صوته. سموه عبد المحسن الشادي. أنا بعد سكت، قلت بعد أحس قابلني ما أمشي بالأغنية ولا ما أنجح. حديث فني ثري وأول لقاء تلفزيوني له على شاشة تلفزيون دولة الكويت. الفنان القدير عبد المحسن المهنة يوم الأربعاء في ليالي الكويت. شاب كويتي قدر ينمي مهاراته بتطويره لهوايته، خصص له ورشته اللي أبدع فيها بصناعة الكمان، لينضم مع مجموعة من الشباب الكويتي المبدع في مجاله. صناع الكمان خليفة الفري الحين في ليالي الكويت. مشاهدينا، معنا حاليا شخص عاشق أو ضيف عاشق للكمان، هو الأستاذ خليفة الفرج. حياك الله في ليلة من ليالي الكويت، واللي راح نتكلم فيها أكيد عن آلة يمكن إحنا كناس شرقيين موايد نلتفت لها، لكن أنت خذت من اهتمامك شيء الكثير. أهلا وسهلا فيكم، شاكر على الاستضافة ويعطيكم العافية. الله يعافيك. كلمنا عن هذه الهواية وهذه الصناعة الجميلة. العادة جرت العادة نشوف الشباب بس يكون عازف. نعم. أنت اليوم لا، صانع مبتكر. نعم. في البداية كان الشغف طبعاً بموسيقى بشكل عام. إيه بشكل عام كل الآلات يعني سواء كان عود أو كمان. وتطور الموضوع شوي شوي للآلة الكمان لأن تخصصت بالموضوع نفسه. وشفت إن الموضوع وايد عميق يعني. فحبيت أتعمق أكثر وأكثر ولين درست بالمدرسة الرومانية. طبعاً خذيت كورسات قبلها ودورات. حلو. وين أخذت دورات؟ في إيطاليا وفي النمسا ودرست برومانيا. زين، ما واجهتك صعوبة اللغة؟ يعني كل دولة من هالدول لها لغتها الخاصة. نعم، طبعاً هي اللغة الأم اللي قاعد تواصل فيها الإنجليزي. الإنجليزي. نعم، بس برومانيا واجهت صعوبة لأن في منطقة نائية وصعب إن يتكلمون إنجليزي. نعم. تعلمت، بس أنا تعلمت المبادئ اللي تمشي أموري يعني. جميل. بس بشكل عام الإنجليزي هو وش اللي خلاك تأخذ قرار أنك تكون صانع للكمان؟ والله هذا السؤال يعني. ليش مو العود مثلاً؟ العود لا، أنا الآلة هذه تسحرني يعني، تسحرني وايد، تسحرني يعني واضح بعزف وصناعة وتفاصيلها، لأن هي مو بس آلة موسيقية يعني، هي فيزياء، كلها فيزياء يعني، كلها حسابات وحسبة ومعادلات عشان تطلع بالشكل المطلوب. زين، شنو المعادلات اللي موجودة فيها الناس ما تدري عنها غايب في صناعة الكمان؟ يعني طبعا هو ماكو موضوع ستاندر، بس هي المعادلة تصير ستاندر يعني. أنا عشان أضع مكان الجسر أو البريدج هذا لازم أخذ الطول أقسم على رقم عشان يطلع لي المكان بالضبط يعني. أوكي. إيه، في ناس يقولون لا، أنت تحطه هني جد مرة يعني ما يفرق. هم يقول في ناس عندها ما يفرق، في ناس على السمع يعني يجرب إذا زين ولا مو زين، بس الصحيح إن هي معادلة وعلى حسب يعني وعلى حسب الكوب اللي أنا صانع عليه يعني. يختلف نوع الخشب من كمان لكمان. نعم. أكيد، بس إنه هو المتعارف عليه اللي يستخدمونه كل السبروس هذا اللي بالتوب. نعم. من فوق، والميبل اللي من وراء، والربس هذا اللي جنبها بميبل يعني. الحين أنت. نعم. تطلب هذا الخشب بشكل خام وأنت اللي قاعد تقصه أو شيء، ولا لا أنت تجمع قطع الكمان تطلبها جاهزة وتجمعها كقطعة كاملة؟ لا، أنا ما أطلبها كخام، أنا أطلبها نص خام يعني. نعم.
يعني مو القطعة نفسها بس يكون يعني محفوفة وجاهزة بحيث إن أنا أكمل لأن أنا أحط القياسات اللي أنا أبيها على أي كوبي أنا أحتاجه من أي نعم. كمان يعني حلو لك حق في تغيير الحساب القياسات أكيد هو ما حد راح يدق يعني ما في شيء يلزمني إنزين بس من هاي إذا أنا كنت بشارك بمسابقة أو بشو أكيد لا في شيء يلزمني يعني إن لو بسوي كوبي على أي صانع من قبل مضطر إني ألتزم بكل القياسات. يعني أنت تشارك بمسابقات أيضاً؟ لا والله إن شاء الله طموح. لا زال الطموح. نعم. بس شنو نوع المسابقات هذه؟ هل هي مسابقات لعزف الكمان أم صناعة الكمان؟ صناعة الكمان. صناعة الكمان. نعم. وين هذه موجودة المسابقة؟ هذه غالباً ما تكون بإيطاليا في كرمونا كل شهر 9 تصير تقريباً. حلو يعني ودي توضح لي اكثر التفاصيل الصغيره انا اعشقها يعني حلو. اليوم انت قاعد بالكويت تطلب الخشب نعم الادوات شنو تطلبها بالضبط طبعا اطلب الخشب كل اللي احتاجه يعني واطلب انا يعني دائما اطلب زياده شويه تجن يعني عشان لو في اخطاء او شيء حلو نعم زين بس ما يكون جاهز بهالشكل هذا لا 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 ابدا انت اللي تقصه وانت نعم 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 وين تسوي هالشيء نعم انا سويته هذا بفرمانيا طبعا في الكويت انا ما عندي المعدات اللازمه او التولز المناسب حق هالشيء هذا موجودين ملوتي اللي صنعت فيهم فعلى ما يوصل الكويت فان شاء الله خلال 2020 او 2021 يكون عندي وين اللي صنعتهم هني هذيلا مو صنعتي انا هذه صناعتي زين و وهذيل انا مقتنيهم يعني ليش لان اول وحده صنعت سنه 1900 1900 اي ثاني وحده صنعت 1870 وثالث وحده هذا من جديده هذه اي نعم جديده 2019 صنعت المعلم اللي معلمني سورين سيتشو هو اللي معلمني يعني اللي درسني واللي بعدها هذه بس ديزاين عشان الاحجام عشان اذا تكلمنا عن الاحجام وقبل الاخيره هذه مالت ولدي واخر واحده هذه بس يعني حق ايضا حق يعني الشكل حق الشو يعني نعم والثنتين القدم حيل هذيل الثنتين هذه قديمه جدا احتاج اعاده احيائها ريستوريشن يعني مثل ما يسمون احتاج اعاده احيائها وهذه لها قصه ان كانت مالت رجل غجري صنعها حق ولده او حفيده اظن وما كان عنده الادوات المناسبه فطلعت بالنهايه بهالشكل هذا نعم ولقيتها في السوق وخذيتها يعني ما ترددت اني اخذها زين الحين ممكن انك تكمل الادوات هني ويكون لك شغل خاص بالكويت نعم نعم اكيد ان بالك الخطه هذه هي مو خطه هي اوريدي موجوده بس ان المعدات الثقيله فعلى ما توصل شنو المعدات اللي ثقيله تقول عنها؟ مثل مكاين القص يعني انا لو طلبت خشبه خام ما اقدر اقصها بيدي هنا راح اطول وايد يعني على ما اقص احتاج المعدل مثل المنشار الكبير هذا اللي على الطاوله ويعني في معدات تنشيف خشب يعني احتاج لو شريت خشب جديد راح يكون ارخص لي فاحتاج اني انشفه لازم تكون صناعه يدويه ولا لازم عن طريق تكنولوجيا قياسات والله أنا المدرسة اللي تعلمت فيها صناعة يدوية من الصفر يعني بس تقدر تستخدم معدات يعني ما في أي مشكلة هي الناس تقدر أكثر الهاند ميد أو الصناعة اليدوية لأنها تعتبر متقنة أكثر وأغلى نعم حتى صحيح. في البيع فهل راح نشوف براند خاص فيك أكيد هذا نموذج هذا اسمي موجود و نعم الليبل اسمي والسنة اللي وين الليبل داخل موجود إيه شنو الاسم اللي أنت اخترته؟ اسمي خليفة يعني اخترت نعم. الليبل باسمك انت ايوه لازم يكون باسمي لان يعني نعم. اي نعم لان انا اللي صانعها و نبي براند عالمي يكون لصناعه الكمان هو صناعه الكمان اوريدي هي ما تعتمد على براند معين يعني طبعا في شركات تصنع ومصانع نعم. بس هو يعتمد على اسم صانع نفسه اها اي فلما يتكلمون ما يتكلمون الشركه الفلانيه صنع فلان الفلاني صنع او فلان في عندنا بالكويت يصنعون كمان والله في ناس يعني يصنعون عود ويصنعون كمان بس ما شفت ناس مختصة بآلة الكمان نفسها يعني بس كمان وخلاص جميل أنا الحين طبعا قاعد ألاحظ أن هناك أحجام مختلفة نعم. للكمان فهل هذا يؤثر على جودة الصوت أو أنه يكون مقصود منه هذا الحجم عشان يطلع منه نغمة صوت معينة هي الأحجام أوريدي هي حق يعني
لا هي مو حق الصوت او لا هي حق الاعمار اللي الاعمار اي نعم نعم فكل كل كمان له حجم معين حق حق اللي يستخدم نعم 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 بس صحيح. الجوده ثابته في الكل لا على حسب الصناعه على حسب الخشب كل شيء يعتمد يعني والوتر الوتر انواع بعد نعم نعم في 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 المنيوم في كروم في يعني هذا عالم ثاني ما في افضل ولا في أسوأ هذا يعتمد على العازف نفسه هو شنو يفضل زين والاجواء اللي هو يعني مثلا احنا بالكويت حر فنستخدم نوع اوتار معين فباوروبا برد يستخدمون شنو النوع اللي بالكويت ودائما الشباب دائما يستخدمون الكروم كور كروم كور اي نعم هذا الدارج يعني وعند الكل حلو الحين الكمنجة إن شاء الله يعني يوم الأيام راح تكون أنت توفر هذه الآلات بصناعة كويتية للسوق نعم. الكويتي هذا اللي ببالك والله أنا أطمح للسوق العالمي أنا أطمح للسوق العالمي لأن أنا من الحين بالبداية بالتصليح قاعد أصلح حق ناس حق أوركسترا برا الكويت أوكي كم سعر الكمان إذا بصناعة خليفة والله هذا سؤال صعب يعني لانه مو للبيع لا يعني تقريبا كم تتراوح اذا انت ناوي تنزل السوق وبصناعه يدويه ومنتج وطني يعني 1500 هذا السعر هذا الرينج المناسب حق يعني كبدايه لي يعني كصانع كمان 1500 من 1200 ل 1500 نعم جميل انت درست الكيمياء نعم هل لا علاقة في صناعة الكمون؟ اي في النهاية لا علاقة النهاية لا علاقة لأن الدهان بالنهاية هذا كله كيمياء كله خلطات ولاحظت شيء انك قلت هذا كمان ولدي نعم انت حريص انك تعطي الهواية هذه او يعني تعلمها ولدك ام هو اللي اختارها؟ والله انا كنت حريص بالبداية بس كنت بشوفه اذا هو يختار ولا لا وهو عايش ببيئة موسيقية يعني فوين ما يروح يشوف الآلة قدامه. نعم. كل الشكر لك خليفة الفرج على هذا اللقاء ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق ونشوف اسمك كصانع كمان اسم عالمي بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك. شاكر لكم. نعم. نشكر الله. ومشاهدينا نعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الأحد المغفور له بإذن الله وكيل وزارة الإعلام الأسبق سعدون الجاسم مشيرا إلى أن كان أحد أعمدة الإعلام والثقافة بالكويت خلال القرن الماضي وقال الوزير الجبري في بيان صحفي أن الأسرة الإعلامية والثقافية الكويتية فقدت أحد قاماتها وأعمدتها وروادها خلال مسيرة النهضة الحضارية في البلاد بما كان يمثل المغفور له من فكر ثقافي ووطني ووضع الكويت على خارطة الإعلام العربي المؤثر عسى الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله أكيد وأكيد مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا نعم. ونشوفكم في حلقات الغد إن شاء الله وحلقات الأسبوع الراهن نقول تصبحون على خير وإلى اللقاء مع السلامة.